أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرحمن الرحيم، ألا تعلوا
المسلمين. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أجيبوا داعي الله تحصنا بعزة الله التي
سلطان الله المنيع نحتج وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبانسة 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 ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما ينجل من السماء ومن شر ما يعوج فيها ومن شر كل ذي شر لا تطيقون شره ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأضرار بسم الله بسم الله كل سحر خفي بسم الله بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر خفي يبطل كل سحر خفي يبطل كل سحر عظيم خفي عظيم خفي قديم خفي الذاب ذاب ذاب وطال سنين طوال سنين كثير سنين طويل جدر في المنام جدنا في المنام في الليل والرؤى والأحلام بسم الله بسم الله بسم الله العظيم الكريم بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر عظيم قديم دام وطال سنين سنين كثيرة سنين طويلة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا وقدمنا
كل الأسحار الخفية، اللهم
كل الأسحار الخفية، اللهم ابطل 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 كل الأسحار الخفية، جددت في المنام خفية، جددت في الليل والرؤى والأحلام خفية، في المنام جددوها، في المنام جددوها، الليل والرؤى والأحلام في المنام، اللهم ابطل كل سحر خفي جدد في المنام، اللهم ابطل كل سحر خفي جدد في المنام، 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 في الليل والرؤى والأحلام، إن الله سيبطله، 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، وسحروا أعين الناس واستغربوا وجاءوا بسحر عظيم، 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 اللهم ابطل كل سحر 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 خفي عظيم، اللهم ابطل كل سحر قوي عظيم، اللهم ابطل كل سحر جدد في المنام، جدد في الليل والرؤى والأحلام، اللهم ابطل كل سحر عظيم، في المنام جددوه، في المنام جددوه، في المنام، في المنام جددوه، في المنام جددوه، في الليل والرؤى والأحلام في المنام جددوه، في المنام جددوه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، وجعلناه نبا
يخاف ما ينفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اللهم أبطل كل سحر خفي جددوه في المنام في الليل والرؤى والأحلام في الليل والرؤى والأحلام في الليل والرؤى والأحلام في الليل والرؤى والأحلام إن الله سيبطله اللهم أبطل كل سحر خفي دار وطال سنين طوال سنين كثيرة سنين طويلة بسم الله يبطل كل سحر عظيم أينما كان وكيفما كان أينما اختبأ وكان وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اللهم أبطل كل الأسحار العظيمة اللهم أبطل كل الأسحار القديمة اللهم أبطل كل الأسحار القوية اللهم أبطل كل الأسحار أينما كانت وكيفما كانت اللهم أبطل كل الأسحار أينما كانت وكيفما كانت أينما اختبأت وكانت بسم الله يبطل كل سحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر داب وطال سنين طوال جددوه في المنام جددوه في الليل جددوه في الرواج جددوه في الأحلام جددوه في المنام جددوه في الليل جددوه في الرواج والأحلام جددوه وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كي
الكيد ساحر، إنما صنعوا كيد 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 والالتزام عين قوية في القلب تراكمت
عين قوية في الصدر تراكمت عين قوية 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 اللهم اخرج حرها اللهم اخرج حرها اللهم اخرج حرها بسم الله الواحد الأحد تخرج حرارة العين والحسد 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 من الروح والبدن والعظام والمفاصل والجسد من كل وريد في البدن والجسد من كل عرق وشريان تخرج كل عين تخرج كل عين صابت من الإنس والجان
من الإنس والجان. اللهم اغفر حرها وابرد حرها وأزل لداها وضررها وشرها. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أم زاغت عنهم الأبصار فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم ابطل حر أعين العائنين والعائنات وأخرج حر أعين العائنين وما لم يشأ
ناس لم يكن. وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم فك كل العقد، اللهم دمر كل العقد، اللهم اكسر كل العقد، اللهم فجر كل العقد، اللهم دمر كل العقد، اللهم حطم يا ربي كل العقد، اللهم اكسر كل العقد، اللهم فجر كل العقد، اللهم دمر كل العقد، اللهم اكسر كل العقد، اللهم حطم كل العقد، اللهم دمر كل العقد، اللهم فجر كل العقد، اللهم حطم كل العقد. بسم الله تكسر أكبر العقد، بسم الله تكسر كل العقد، تكسر كل العقد، تكسر أكبر العقد، تحل أعظم العقد، تفجر كل العقد، تحطم كل العقد، تدمر كل العقد، تفجر كل العقد، تكسر كل العقد، تدمر كل العقد، تحطم كل العقد، تكسر كل العقد، تفجر كل العقد، تدمر كل العقد. اللهم فجر كل العقد، اللهم دمر كل العقد، اللهم اكسر كل العقد، ودمر كل العقد، وحط كل العقد، واكسر كل العقد. بسم الله تدمر اكبر العقد اينما كان وكيف ما كان، اينما استخفت وكان، وكان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم حقق كل عقدة، واكسر يا ربي كل عقدة، ودمر يا ربي كل عقدة، وفجر يا ربي كل عقدة أينما كانت وكيفما كان. اللهم اكسر كل عقدة، بسم الله تفجر أكبر عقدة في الأرجل والأقدام، بسم الله تفجر أكبر عقدة على القلب، بسم الله تفجر أكبر عقدة على العظام والأطراف والمفاصل، بسم الله تحل العقد كلها، العقد كلها تفجر العقد كلها أينما كان وكيفما كان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه غباء منثورا، فجعلناه غباء منثورا، فجعلناه غباء منثورا، كل سحر يا رب العالمين. اللهم
بطل كل سحر يا رب العالمين. اللهم بطل كل سحر أينما كان، بالعقد بالعقد معقود بالعقد معقود بالعقد مربوط بالعقد صفينا بالعقد جدنا بالعقد. اللهم فك كل العقد، اللهم حطم يا رب كل العقد أكبرها وأعظمها وأقواها وأبقنا. اللهم يا رب اكسر كل الحصون، اللهم يا رب دمر كل الحصون، اللهم فتح كل الحصون أينما كان وكيف كان أينما اختبأت وكان. بسم الله يدمر كل حصن على كل جان، يفجر كل حصن على كل شيطان. اللهم دمر أثره، 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 اللهم دمر أثره. لا إله إلا الله وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت العظيم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأرضين، لا إله إلا أنت عز جار وجل ثناء وعظم مجدك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك، ولا رب سواك. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منجي الهالكين، يا إله الأولين والآخرين، يا من تسمع وترى، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الورى. يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم عليك بي، اللهم عليك بي، اللهم عليك بي. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا عظيم الجاه 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 يا الله، يا عظيم الجاه.
عجائب قوتك وقدرتك. اللهم كما أرنا قوتهم في ضعاف خلقك، اللهم أرنا قوتك في ضعفهم، 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 اللهم اخسف بهم وبدارهم الأرض، سلط عليهم بأسك الشديد وغضبك الشديد وعقابك الشديد وعذابك الشديد. اللهم زلزل الأرض من تحتهم، ألبسهم شيعا وأذق بعضهم بأس بعض. اللهم أرنا فيهم عجائب قوتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قوتك، عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم بأسك الشديد وغضبك الشديد وعقابك الشديد وعذابك الشديد. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، وعافية بتلانا يا رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الشفيق شفاء لا يغادر سقما، ولا ابتداء ولا ضرا ولا مرما ولا عينا ولا سحرا ولا حسنا ولا ألما. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منجي الهالكين، يا إله الأولين والآخرين، اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كلها، يشفيكم شفاء لا يغادر سقما، ولا ابتداء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. اللهم رب الناس طبيب البأس، اشفي يا ربي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ولا ابتداء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. علي اللهم رب راجع الحق والدين، وانصر الإسلام والمسلمين، خذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تجمع صفهم، ولا توحد كلمتهم، ولا تعلي رايتهم. اللهم يا ملك الملوك، يا رب المخلوقات كلها وخالقها، اللهم يا رب المخلوقات كلها وخالقها، أرنا قوتك في ضعفه، اللهم أرنا قوتك ومجدك وعروتك في ضعفه. لا إله إلا أنت المتفرد بالعظمة والكبرياء، لا إله إلا أنت الدائم الذي لا يلحقه فناء، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا إله غيرك ولا رب سواك. أنا الملك، اللهم افهم مسلمنا فهمنا وأعلمنا وعلمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقرب بإذن علمه، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقرب بإذن علمه، اللهم افهم مسلمنا فهمنا وأعلمنا وعلمنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا.
الشرع إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب زدني علما بما تنسى. حم الحمر لا يسوى معي شيء. الله صبر الله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين. أنا مش حكمة ما رضاش يطلع عند شي واحد وما رضاش يطلع عند قرين. طلعت مش معي شيء. دمير طلاق حرق البي بلوتيكات مشاو الجائلة مشاو الرنجات مشاو سيارة 50-60-70 مليون مشاو. ها كي جيتكم ها الأراضي البيوت المنازل إيجارة. شوف أنا طلعت عندك ما كنرضاش نطلع عند الشكالات ديالك. عادي لا أعذب وعادي أنا ما عنديش العلاقة شي حاجة أخرى. أنا العلاقة هو الضياع ديالو صافي. أما ما كنحسبهمش كاملين بيهم اللي جاو مفاتيحة عادي كنحسب حتى شي واحد فيهم. العلاقة ديالي بوحد العلاقة ديالهم بوحد. والكلاب أنواع ها؟ والكلاب أنواع. الكلب أسود كلبي أسود 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 كلبي أسود ولست بساحر. كلبي أسود 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 حاسد أحسد. أنا حمو أنا هو حمو العفريت حمو العفريت حمو الكبير. أنا هو أشوف أنا هو حمو الكبير. أكن تبغيت نبلو هذا أنا هو حمو شتي حمو ياك ياك أنا حمو شوف أنا حمو أنا حمو ياك أقول يقول أنا حمو أنا حمو أنا حمو العفريت أنا هو أنا هو أنا هو انا حمو العفريت انا حمو انا حمو ولا انا واحد مع العفريت انا حمو 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 العفريت انا هو انا 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 كنتبتكم هو كنديركم هكاك هو هكاك هكاك شكون غيهبطني يقول لك حمو الحمار يهبطني والمهما كان شكون غيهبطني شكون غيهبطني ولكن اقترب اجلي عرفتي علاش ما حد طلعت ما حد طلعت اقترب اجلي وعادي شو غيتضعف حمو الحمار عيا ما يدير لقطات بحال كيبينوا قدام الناس بالزلوط علاش باش هذيك العين القديمه تكون شي تخبط حمو عيا ما كيدير ولكن الناس تابعينو 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 علاش دار فيه دار في التصيله ديما هم تاريخ 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 تجاره. المره السابقه ما كاين غير السياره 40 مليون تسو فاميليا مسكينة هادي عاوتاني هاكي يدير لها خطر هاكي يحبها. انا علاش كتقول بالعين عارف انا ماشي شغلي ما عنديش العلاقة بالاصحاب ما عنديش العلاقة باي حاجة. انا حاسد حاسد صافي ما خدام حتى مع شي واحد. انا حاسد عادي الحاسد صاحبي الحاسد ديال 1000 درهم بحال هادو مسكري داك التريكو يحسدو على التريكو. حاسد 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 الالاف في السوق من الناس الالاف حاسد 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 السوق كامل كيهضر السوق الكبير والصغير كلشي الضابط كلشي 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 كيما نمشي كلشي كيهضر عليه كلشي 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 كيهضر عليه ودابا كيهضر عليه دابا هو في دار كيهضر عليه تابعينو 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 شنو ندير انا مشكل ديال البشر. انا علاش انا علاش انا علاش تغيك 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 واكل كلب 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 اخ ندير اللي بغا معليش انا كلب ندير اللي بغيتو حمو الحمار ما بغيتش حمو الحمار حمو الحمار حمو الحمار حمو الحمار حمو الحمار حمو اغير حمو اغير حمو خارج اغير سمام حمو خارج يا غي سمام ما يخرجش منا ما يخرجش منا شتي ما غاديش يخرج منا. انا احب العشق وعندي فيك العشق سخري عشق 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 حسد وعشق حسد وعشق حسد وعشق حسد وعشق. شكون اللي كيهبطني نقول لك شكون اللي كيهبطني الواحد اللي غيهبطني والله ما كاين اللي يهبطني بحاله الا صاحب الادب. انت كنتي صاحب الادب ما بغيتيش هو الواحد اللي غيهبطنا الوحيد هو الوحيد.
ألا تلاحظ أنك تتكلم وتجيب لوحدك، تسأل وتجاوب لوحدك؟ طاط 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 طاط. نحن ما أعطيناك لا قيمة ولا اهتمام ولا ولا وزن. تكلم لوحدك. شوف نقول لكم خلاصة. من المستحيل. ملي كيوصلك الألم كدير هذا التصرف. لا طاط شوف من المستحيل يجي. البارح درنا له باش كيدير مع الجدارمية. وكيطف في السيارة باش علاش؟ باش نديروا له قالب يهزو ما يجيش. ولكن البارح جا وفي الطريق وقع. جاي وجهك جاي انت عند مالك لموترك جاي عند بشر مخلوق نورمالمون انت مالك ما خصكش تخاف. لا ما كنخافش انا ما كنخافش. علاش درت له؟ انا قلت علاش ما كنخافش. قلت علاش ما كنخافش انا نمشي بحالاتي وسير. انا قلت انا ما كنتكبرش. عارف ما كنتكبرش. نقول لك علاش؟ نقول لك علاش؟ ربكم يصفد المرض خدام ديال الصحراء ياك خادمه بسيط عين وحسد وهم ما كان اذي حد غير مالك. انا مالكه وهم ماشي مالك. مالكه انا انا بحالها كنتقوى بالعينين وحاسد كنحسد اللي عنده الدين كنحسدو فيه اللي عنده التوحيد كنحسدو فيه اللي عنده المال كنحسدو فيه صافي هذا اللي كندير انا. اش كندير انا؟ اش كندير؟ اش كندير؟ اش كندير؟ ما درت والو. كلين كلين صافي قلب قلب محسد كنتقوى بالحسد صافي شبه قلب ندير. انا اقول لك افتح لي انا عشان افتح لي انا كنعيش هكا العينين محلولين في العينين هذا كنحلولين تغمض عيني كنختفي ما كنبعش صافي كنخلي يلعبوا بيناتهم. انا هكا انا معليش يمكن صاحب البدان حتى هو كيتعصب شويه. لا 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 كيتعصب شويه بغى يبني كيتعصب شويه كيتعصب حاسد حاسد حاسد. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل فقد اتينا ال ابراهيم ملكا عظيما. والله 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 وطالله وبالله ديالكم الا في منطقه المدرج قريبه ما كاينش شي حسد قاس اكثر من هذا. نقولك علاش؟ انت فك الالاف في السوق. السوق الالاف شحال ديال الاسواق كلشي كيهضروا فيه كلشي 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 هبلهم هبلهم كلشي كي داير اخنيك. يمكن بس عندهم الملايير ملايير عندهم عادي علاش؟ ولكن هذا درد عليهم بوم ضرب القضيه 3 شهور 4 شهور درج 70 مليون 3 شهور اخرى دار بلوتيك 3 شهور دار الرانج كل 3 شهور 4 شهور بدلعوا من السياره كل شهور يمكن يمكن هذا الاحسن عاون. اعطيني اعطيني غتعطيني حقي الاحسن عاون. تقول لي الاحسن عاون اش غادي الناس كيحسدوا. هذه مسكينه 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 هذه عاوتاني قوش غش انت عادي. المهم انا غادي نهبط صافي انا هبط طلعت انا فوق ما بغيت. انا بغيتيني شي حاجه الدنيا هانيه بيناتكم عاوتاني انتم اشوا تفهموا بيناتكم تفهموا عنده الاصحاب ديال الفاتحه. انا غنشوف انا نقول لك شتي السيح ديال هذا انا نفتحو تعطي لي كاين هذيك السيح ديالو هو عند فاتحه في الدار. فاتحه دارت له حمو حمو الحمار كان من تاب ولا دار واحد المره دار واحد الهجمه عندها حمار حمار واش دير الهجمه عندها حمار تاب بغى يدير القوه بيه القوه بيه القوه كبلاتو صافي بيه القوه مشى عندها كبلاتو صافي حمار عادي ما بقاش يعيش بحالي. والكلاب كلاب انواع كلاب انواع انا كيعيش بيه الكلب انا كلب 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 عادي. انت كتنبح لوحدك انت كلب تنبح لوحدك. دعيت الألوهية وقلت أنك إله من دون الله واحد. بدأت تبرز قوتك أمامي وأنا ما طلبت منك ذلك وهذه ليست من سيام الكبار زوج. عادي أنا شيطان حسد ما كنت عدا حد. وقلت انك ملك واعظم من الحكام ومالك مالك عليه بالحكام. شوف باش نحن الله ديالكم اعطيني اعطيني استحيز بكره. وليس من سمات الملوك انك تقلع له تقشيرته من رجلو جوربه من قدمه وتجعله غمضة على عينك انك تقوم بهذه الحركات وترقص كالراقصات. هذه ليس من سيام الملوك. ثلاثة بدأت تسأل لوحدك بدون أن أكلمك أو أعطيك قيمة أو وزنا وتجيب لوحدك. ليس من سمات الملوك. إن
دل هذا فإنما يدل على أنك تتألم وأحبك يا رب. لكي يتألم والله السبب الذي لا يدفعك إلى أن تصده على الرقية وتتسبب له بالمشاكل عندما تقترب أي حصة هو الألم. وأنا لما خاطبت المريض بداية الأمر قلت له يجب أن نعمل على النقاط الأساسية لأن كل جني مهما بلغت قوته وعزته ومجده وسلطانه له مراكز طاقة تقفي الدين ضربك البندير يقفي تصير دين ما بز عليه ضر. أي جني له مصدر طاقة ومصادر طاقة يتقوى منها. كل الجن الموجودين في أجساد الناس وهذه رسالة لك وليك وليكم ولي وكل شيء. لا يوجد أي جني في أي جسد أي مخلوق من مخلوقات الآدمية سواء عندي أو عند غيري. لجأ للرقية وجد فيه جني، ملجأ للرقية وعلم أن فيه جني. لا بد لأي جني من مصدر طاقة، لا يمكن لهذا الجني أن يعيش بدون مصدر طاقة يتغذى عليه، لا يمكن، لا بد له من مصدر طاقة لأن بقاؤه في الجسد يستنزف منه جزءا من طاقته ولا بد أن يكون له جزء من الطاقة يستمده من مكان معين. والمعلوم عندنا أن مصادر الطاقة تتكون من المدد الخارجي الذي يأتي من الخدم خارج الجسد سواء من الساحرة بتواصل الخادم الموجود في الجسد مع جن خارج الجسد فينقل الخبر للساحرة فيأتي السحر المأكول في المنام على ثلاث هيئات. إما أن الجن الموجود في الجسد ساحر فيجدد الأسحار أو أن الخدام خارج جسد سحر يجددون الأسحار أو أنه سحر ملموس أتى به جن خارج الجسد من ساحرة إنسية أو ساحر إنسية. فالأسحار القوية التي تكون من الإنسية إلى الخادم خارج الجسد المنقولة من الساحر أو الساحرة من الإنس إلى الخادم الجني الذي ينقله للجني المتواجد في الجسد تكون قوية. هذا مصدر مصادر الطاقة. والأسحار التي يجدها الإنسان في المرضى أو الراقي في المرضى ويجدها الإنسان في جسده إذا استفرغ أو تقيأ شعر أو أشياء ملموسة من حديد أو قطع أو مسامير أو هذه الأسحار تكون من الإنس إلى الجن إلى الجن الموجود في الجسد. الجن ليس له القدرة على أن يجدد أسحار ملموسة. هذه معلومة أنا أعرف ليش قلت هذا الكلام، أنا أعلم لماذا أنا أقول هذا الكلام. فأسحاركم المجددة هي مصدر طاقة أساسي رئيسي لكم. كنتم في قوة وفي عزة ومجد وكبرياء دائما قبل رمضان. لما يدخل رمضان ويحين رمضان يكون الجني في ضعف شديد. السحر يجددون أسحارهم بقوة في شعبان. لماذا؟ لأن تعطيلات الأسحار تتعطل في رمضان. مفعول الأسحار المجددة في رمضان يتوقف. أعمال السحر والشعوذة في رمضان تتعطل وتتوقع. لهذا قبل رمضان كل من لهم مس وجن وخدام مصادر طاقة يتقوون بها خارج الأجساد بسحرة من الإنس أو من الجن تجدد أسحارهم في شعبان. كل الأسحار التي تجدد في شعبان تجدد قبل رمضان لأن رمضان يتعطل كل شيء. وأي جن يوجد في أي جسد من أجساد الإنس أكبر مرحلة ضعف يعاني منها الشيطان أو الجني أو العاشق أو خادم الأسحار في الجسد في رمضان ضعف وذل وقلة غذاء تعطيل في الأسحار المجددة لا يستجاب له لا يستطيع خروج ولا الدخول إن كان من الصنف القوي أعلى رتبة لا يستطيع لا دخول ولا خروج ولا اتصال مع ساحر. كل الأشياء كل الأشياء ومصادر الطاقة تتوقف إلا العين والحسد. فلا يبقى
طاقة إلا الجني الموجود في الجسد إلى مصدر طاقة واحد وما جدد له في شعبان. لهذا دائما نوصي المرضى في شعبان أن يتحصنوا. إذا تحصن في شعبان واشتغل على حالته في رمضان يهلك الجني وهلاكا لا يخطر على بال مخلوق. يدمر يجوع ويعرى. قمة الذل والضعف والهوان يصل إليها. أما إذا جددت الأسحار في رمضان مثل الإنسان يخزن الغذاء وهو في سجن. نعطيه الغذاء الذي يكفيه مدة شهر ونغلق عليه السجن. مدة السجن ديالو شهر والغذاء الموجود معه في السجن شهر. إذا الجني محروم من الحرية والتواصل ولكن في بطنه وفي غذائه وشبعان. أما الحال التي وصلتم إليها أنتم هي ضعف وذل وهوان وتعطيلات في التجديدات المجددة ولم يتبقى إلا حر العين والحسد. فلما كنت أخاطب المريض أقول له دعني أفعل ما أشاء لا تكثر الكلام أنا كذا أنا فهم الحالة ما تقوليش لا تلقيني في العين والحسد أنا أعلم ماذا أفعل. أنا أعلم علم اليقين أن مصادر طاقة كنت تقول من هذه الأشياء. غيدو أخواتي ما تقلش علي العين الحسد ما كنت أطش فيها غيدو أخك هي معادلة يسيرة هينة بسيطة مفهومة وضوح الشمس. فنستغرب من الحالات التي تعظم من حالها وتعطي تفسيرات غريبة سبحان الله العظيم وتؤولها تأويلات عجيبة سبحان الله العظيم. يقول لك أنا عندي ملوك أنا عندي جبابرة عندي جن أقوياء. والله مصادر الطاقة موجودة في جسد كل إنسان يجب على الإنسان أن يتعرف عليها ويشتغل عليها فقط لا غير. هي مسألة وقت. أما الضرب والحرق والعذاب والخروج هذه أشياء لا تسمن ولا تغني من جوع بداية المطاف. دائما يبدأ المطاف أن نسد مصادر الطاقة مصادر الغذاء مصادر التي يستمد منها العارض الكلب الخنزير الشيطان الحقير الذليل طاقة. إذا أغلقت هذه المصادر ضعف رهان ورب الكعبة. ولو تمثل أمامك بعزة وجبار ذو المسؤولية التي ترفعها وأنك تدعي أنك إله من دون الله هذه كلها أشياء تصدني بها وتشتت تفكيري عن الرقي وهذا لا يزعجني في شيء. أنا أسير عليها ونهاية المطاف يبقى ما شاء الله كان ما شاء ربي سبحانه وتعالى هو الذي يكون. الأسباب والكمال على رب الأسباب. رفع المسؤولية ادعي أنك إله صح في الرقية صفق طح طح كل كالراقصات هذا لا يضرني في شيء. المنهج واضح والطريق واضح لا داعي لاختلاس الأفكار وتغير المنطق فهمت والكلام تافه والخزعبلات الخاوية هذا لا يسمن ولا يغني ولا يضرني في شيء ولا يعطل شيئا. أنتم في ضعف انظر إلى حالك انظر إلى الضعف والهوان والذل والذل الذي وصلتم إليها. والضعف واضح عليكم وضوح الشمس وهذا مما لا شك ولا ريب فيه. وأنا أوصيكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله مهما ادعيت أنك ملك وأنك كبير وأنك قوي أنت تعلم أن لك رب من دون هذه القوة الموجودة عندكم من دون الساحر ومن دون هناك إله يحكم هناك إله عدل هناك إله فصل. انت بذكائك وقصصك المخترعة وكلامك التافه خزعبلات والقصص والروايات كل مرة تخرج بطريق وتخرج بسلسلة الدواء واضح والشفاء واضح والطريق واضح. أغلق فمك واسمع هذه النصيحة ودعك من المكر مهما عليك وارتفعت وبلغ قدرك وعلى شأنك. أنا أتكلم مع الكافر أما المسلم المؤمن الموحد الله يعلمه. أنا لا أشك على صدر أحد من الجن ولا أحد من الجن الله يعلمه الله يا الله. القرآن يصل إلى الظالم لو جلس معنا في هذه الغرفة جنيان أحدهما مسلم مؤمن موحد لله رب العالمين طائع أسلم في الجسد وأذعن لله وكب والله يعلم ذلك ومعنا جني في القاعة كافر منكر لوجود الله جاحد أو يعلم أن الله موجود ويدعي أنه إله من دون الله الذي قال في كتابه العزيز كما قال فرعون قال أنا ربكم الأعلى قال يا هامان ابن لي عندك لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لا أظنك
كذب الإله بغى يبنيوا له سلم إلى السماء فيعلو ويرتفع وانظر إلى الله حاشا وكلا. فمهما عليت وارتفعت على قدرك إذا كنت مسلما مؤمنا موحدا ولك أعذارك القرآن الذي يسقط عليك رحمة ونور وهدى وسكينة. أما إذا كنت كافرا جاحدا ملحدا منافقا شريرا ماكرا ساحرا شيطانا ماردا مخادعا القرآن الذي يسقط عليك مهما مكرت ورفعت السبابة وكذبت وادعيت يسقط. حره يقع، ألمه يقع، عذابه يقع، حتى لو كذبت علي أنا لن تغير في القرآن بكلامك وادعائك شيئا. حرارته ستقع عليك، ألمه سيقع. قرأوا القرآن أو لا تقرأوه ذاك شغلكم، بغيت تقول أنك مسلم كفار قرأوا القرآن بالليل والنهار عادي، لعل الله أراد بكم خيرا، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يقذف في قلوبكم رحمة وبذرة نور وبياض تم يوما بعد يوم. لربما أنت ماكر كذاب مخادع، القرآن ليك اليوم وغدا وبعد الغد وهذه السنة والسنة القادمة. الله سبحانه وتعالى علمه سبق علم الجن، علمه سبق علم السحرة، علمه سبق علم من يسترقون السمع في السماء السابعة إلى غير ذلك، علمه سبق. أنك أنت لربما في يوم من الأيام ستكون مسلما مؤمنا موحدا. الله يعلم ما يكون، يعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما لم يكن إن كان كيف سيكون. الله يعلم الأشياء التي لم تحصل إن حصلت كيف ستكون. الله يعلم الأشياء التي ستحصل غدا وبعد الغد وفي كل لحظة وثانية من حياتك، حياتك مكتوبة في لوح محفوظ. الله يعلم كل شيء عنك. القرآن الذي لا يؤلمك إذا كنت كافرا ماكرا مخادعا عنت خريجة، هذا لا يضرنا في ديننا بشيء، لعل الله يجرك خيرا، لعل الله يجرك من ثلابيبك إلى أن تعرف الحق، لعل الله في يوم من الأيام سيوقفك على آية من كتابه العظيم تقف عندها وتتدبر معناها وتفهم مغزاها وينشرح صدرك لها وتتوب لله جل وعلا. لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لك الأسباب، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم عليك الحجة فتسمع القرآن اليوم وغدا وتعذب القرآن اليوم وغدا وتتألم القرآن اليوم وغدا أو لا تتألم ولا تحس ولا تشعر بشعور لكنه يقيم عليك الحجة. فالذي يعلم أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن محمد حق وأن القرآن حق ولا زال كافرا منكرا جاحدا. الذي لا يعلم الذي لا يعلم إذا قمت من مقامي أضربك من مكاني. أنا صائم ونحن في شهر رمضان ما بغيتش نضم بلاصة حتى لا أنفعل. سوف خاوي يا الأخ محمد الضرر الصغير، الموعظة تقتلهم، الموعظة تقتلهم والله لنا تقتلهم. أرأيتم جني ندعو إلى الضرب حتى نوقف القرآن؟ لست ساذجا، نبدأ بها أولا. الله لك اشتديك خطة ضرب 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 هذه خطة. والله ما هذاك الأخ، والله ما أنا نفسي نقول لك وما بغى الضرب باش الكلام بزاف أو حتى وزاك أنفك أنا عارف كيف أنا أفعل ما يحلو لي. أنا أصنع كل ما أراه مناسبا له ولي، أنا أفعل الأشياء التي أراها يعني سليمة وتوصلني إلى طريق السبيل سبيل النجاة. الشيء الذي يوصلني إلى سبيل النجاة هو الذي أفعله. أما نصائحك وكلماتي أنا لا أعلم متى يصعد جني المسلم أو الكافر، أنا لا أعلم الكافر من المسلم، هذا أمور غيبية أخفاها ربنا جل وعلا علينا. لهذا لا يجوز. وعلاش جينا عندك؟ جينا عندك عسى على ما قال تعطيش الهمة واخا يكون واخا أنا مسلم ولا كافر. يعني الرقي الحق حق الحق حق الحق يؤخذ واخا من اليهودي واخا من المسيحي، الحق يؤخذ واخا من الشيطان. هذا هو الحق. كلمة ما قطعش الهضرة. كلامي واضح وضوح الشمس في طلعة الظهيرة. كلامي واضح وضوح الشمس في طلعة الظهيرة. وأنا أقولها دائما وأكررها، أدعوكم إلى لا إله إلا الله. هي أعظم شيء لأجله خلقنا ربنا سبحانه وتعالى لنحققها في هذه الأرض. أدعوكم إلى لا إله إلا الله التي أخاطب بها كل جنين في كل لقاء وفي كل جلسة وفي كل حصة. أدعوكم إلى الذي أقسم به الشيطان أن يضلكم عن دينه وسبيله وصراطه السوي المستقيم. أدعوكم إلى لا إله إلا الله. واعلموا أن ما وقع معكم الآن من ألم وأنتم تخفونه بمكر وذكاء وحيلة ما عند الله أشد وأدهى وأمر وأعظم وأبقى.
وأريد أن أنصحكم نصيحة، ألا تبيعوا الآخرة بالدنيا، لا تبيعوا الآخرة بالدنيا، إنك ميت وإنهم ميتون. أنا أعلم كما أنكم تعلمون أنه كان لكم أجداد، وإذا كان أجدادكم أحياء فأجداد أجدادكم ماتوا. كل من عليها سيفنى ويبلى، كل من على هذه البصيرة يفنى ويبلى، حتى الجمادات، حتى هذه الكرة التي نعيش، هذه الأرض التي نعيش عليها، هذه الأرض التي نعيش عليها لا تقاطعني أيها الكلب الخنزير المذلول الذليل الرخيص. اجلس مكانك وإلا قل إن عبدك لم يسبق لك أن عبدك إنسان يعب جني. اجلس مكانك، اجلس يا أيها الكلب، يا أيها الرخيص، يا أيها المذلول المكبل بالسلاسل عند ساحرة أو ساحر وتدعي أنك ملك متملك، يا أيها الحقير، يا أيها الرخيص، أرأيتم ملكا يخدم عينا وحسدا؟ هذا هو الملك. أرأيتم ملكا بدل أن ينشغل بمملكته وحكمه وملكه وجنوده؟ أنا أعرف أنه ليس له شيء، أعلم أعلم ما عنده والو، يعرف عنده غلسانه، عنده غلسانه، عنده علم الكتكوت. نحن نسميه بالدل. عندكم مملكة وجلس جلس بابا، جيت لكم هاد الايام نتاع رمضان، هذه الايام ايام رمضان، لي معكم لقاءات عديدة قبل ان ينتهي باذن الله. الصوت والجلد، الصوت والجلد. هذه المذلة التي وصلتم إليها والعذاب اللي كتخفيوا الألم ديالو بالمكر والخديعة، بغيت نقول لكم ذاك الألم الذي تخفونه عند الله ما هو أعظم منه. إذا كنت لا تصبر وتتخذ الأسباب والسبل بشدة وقوة حتى لا يقدم إلى حصة الرقية، تصده عن ذلك صدا، تعطيلات في السيارة، الله على كل شيء قادر. ومن نظر حتى أنا ما كندير بعض السوايع، وهذا السيد والله العظيم يا محمد، إلا هذا السيد كنا كنمشيو لكازا، أقسم بالله لا خمسة تسعة وخمسة سوايع ونص من كازا الناظور، مربط الناظور خمسة قل سوايع قل ربع، طير طير وكيطير بحالي تاني بحال خمسة سوايع. البارح بغا يدير المنتف كيدير الجدارمية كيدير في كابوت السيارة كيقول تعال، أنا كنمشي عند الجدارمية، المهم تاع تنطوا، كنقول للجدارمية كنضربو هكا بحال اللي صاحب البدن، ما ديرش عليا اسمح لي وما ديرش عليا، الآخر كيضرب والله علاش كيضرب باش نلقى الإشتعاش باش ما يجيش غدا هنا. السيارة السيارة ما شاء الله ما فيها حتى ديفو، ولا ديفو، ودابا البارح جات عادية عادية. غنانة غنانة فيا غنانة غنانة غنانة، وقع يبقى في واحد العرق، شتو نبقى في واحد العرق، أقسم لك يا يمين وبقى في واحد العرق، وكيعرفوني مزيان كيعرف نبغى نشوف خير واحد العرق، واحد العرق أقسم بالله، وأنا أنا مجنون بوهالور كيقحيد منكم النفس، ما تقدروش ليا. يلا يتحداكم، رجعوه ساحر دير، بغا اشوفه بغا يعصب باش نضيع لك الحصه، غنسكت انا بغا يشعشعوني باش نبقى نهضر، نضيع لك الحصه بيناتكم. هذا مثال مثال نضرب، ما نقص ماله من صدقه، ما نقص ماله من صدقه، انا معك الوقت ما يضيع. علاش وقت؟ أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، وأسأل الله إذا أطال في عمري ولو كنت عاصيا أن يجعلني سيفا مسلولا ذو حدين على رقاب الظالمين الكافرين، ولو كنت عاصيا، أسأل الله أن يوفقني في هذه الأمور بالذات مع أمثالكم معاشر الكلاب المذلولة. يعني كلاب تفتخرون ما شاء الله وتنبحون وبالسلاسل تكبلون وتخدموا العين الحسن وتقولوا أن عندكم عزة وعندكم قوة وأنفة ما شاء الله، زنات ليس لكم دين يقيمكم، الله المستعان وعليه التكلان، وهذه إن شاء الله بإذن الله عز وجل بداية النهاية، لأن ما وصلتم إليه حال سيء لا ينكر ذلك. لما تجد الجني يقول لك انا ملك ويرقص كالراقدة صغار، الله اللي بيجيك ده، والله العلي العظيم انا كنحس انا، او الله العظيم او اقسم، اش كيقول لك نديروا الحل كيف يضرب نيشان، كيقول شوال بغى يوقف هذا الاسبوع ولا هذا 10 ايام، انت ولا وقفت يا محمد انا ما نوقفش، دوزوا عليه ما نوقفش ما نوقفش. لبيك وسعديك والخير كله بين يديك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وترفع عنا بإذنه وأمره بالدعوات المستجابات الشرور، نسأل الله باسمه الأعظم هو الله العظيم
نسأله باسمه الأعظم أن يشفي كل مريض وأن يرفع الضر والداء والألم والوجع عن جسد كل مريض. نسأله في هذه الأيام الطيبة المباركة من هذا الشهر الفضيل العظيم الذي أنزل فيه القرآن، نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل رحمته وشفاءه على كل مريض، وأن ينصرنا على الظالمين، وأن يولي راية الحق والدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين للحق والخير، هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. هذا الجن نسألك اللهم يا ربي إن كنت تعلم أن في قلوبهم ذرة خير نجعلها تنمو يوما بعد يوم، وأن تشرح صدورهم للتوبة والهداية والإسلام، حتى ولو كانوا كفارا كتسمعني مشركين ظالمين ضالين ضالين يجوز أن ندعو لهم للإنسان الله أن يهديهم. الشيطان يسعى إلى أن يوقع الناس في الكفر، إلى أن يخرج الناس من الإسلام إلى الكفر. أليس لنا الحق أن نخرج الناس من الكفر إلى الإسلام؟ الشيطان الذي يسعى بل ويجتهد اجتهادا مبالغا، الشيطان الذي يجعل الإمام يزني، الشيطان الذي يجعل المسلم يترك صلاته، الشيطان الذي ينفر الأمة من أبنائها، الشيطان الذي سبحان الله العظيم يطلق الزوجة عن زوجها، الشيطان الذي يدعو إلى المجون والخمر، الشيطان الذي يخرج الناس من الإسلام من لا إله إلا الله إلى الكفر بالله والوقوع في الشرك بالله. أليس لنا الحق أن ندعو هؤلاء الناس والمخلوقات جنا وإنسا إلى الإسلام ولو كانوا كفار، ونخرجهم من الكفر إلى الإسلام؟ حتى الدعاء مهما على وارتفع قدر كفره. ألا تعلم أن فرعون، تعرف شكون فرعون؟ أكثر كفار الأرض، أطغى طغاة الأرض، قال كلمة عظيمة تقرأ وتتلى إلى الآن، قلناها، دعا أنه إله من دون الله، الناس تعبده من دون الله، دعا الألوهية، هو دعا الألوهية. ولما أدركه الغرق قال الآن قد آمنت بالذي قد آمنت به بنو إسرائيل. حتى جاء جبريل يرى في الرواية أنه وضع التراب في فمه، ما بغاش سبحان الله من شدة الشر ديال فرعون وما أحدث في الناس في أرضه. التوبة لا ندري متى تحل، كم من طاغية تاب الله عليه، كم من جبار عنيد متكبر علي مرتفع شرح الله صدره للإسلام للتوبة وهداه الله سبحانه وتعالى. كم من ضال في هذه الأرض سعى في خرابها وخراب الناس إنسا وجن وخراب الدين بالليل والنهار، هداه الله سبحانه وتعالى، وأنا رأيت منهم الكثير. هذا الدين عظيم، هذا الدين إذا دخل إلى قلب شخص لا يخبره، يدخل على حين غره. آية من المخلوقات جنا وإنسا من هداه الله على آية. تخيل معي القرآن العظيم الكبير المتين لربما يسمعه يوميا، لما سمع آية هداه الله سبحانه وتعالى، وافقت الآية قلبه، وافقت الآية حاله، وافقت هذه الآية حياته، وافقت أوضاعه، وافقت ألمه، وافقت ضعفه، وافقت قوته، وافقت شيئا في هذا المخلوق الجني أو الآدمي، فكانت سببا في توبته وهدايته. ولأن الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن بالرحمن الرحيم، من سمات المسلمين الرحمة ونحن رحماء، مهما علمنا أننا أقوياء وأقوى وأعلى وأرفع منكم شأنا وقوة وعزة ومجدا وسلطة، قلت أنكم ملك ولكم خدام، قلت أن أنتم ملوك وعندكم خدام، أنتم أكثر من جني، منكم مارد، منكم طيار، عندكم قوى مختلفة، أنا لوحدي من الذي ينصرني وأنا عاصي؟ أعلم أني عاصي، الله جل في علاه، أنا لوحدي جالس مع إنسيان بهم كثير من الجن يسكنون عقولهم، قادر هذا الجن يتلبسون بعقولهم ويفعلوا أشياء الله المستعان، قادر هذا الجن يطلب جن خارج جسد فيأتون بكثير من الأشياء كثير. ما الذي ينصرني وأنا ضعيف؟ أنا لا شيء، ربما أذكاري لم أقلها، توكلت على الحي الذي لا يموت وسألت الله النصر وبدأنا بسم الله. ما الذي ينصرني؟ الله. يعني رغم كل هذه القوة والعدد، هنا يقول ربنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. عقدرة أقسم بالله الذي رفع السماء بغير علم، أتحدهم جميعا بمملكتهم والشياطين وكلهم أتحدهم، يا كيقول أعطى
اعترف بقوتهم في عالمي اتحداهم يطلقوني. الله الان شوف انا بغيت نطلق راسي، انا نطلق راسي هنا دابا نطلق راسي نكفر بالله. هذا الشيء اللي بغاو نكفر بالله بلا ما نحتاج ساحره ولا شي حاجه. اتحداهم تطلق منا اقسم بالله. عندك تشوفني يمكن تقول له ضعيفه محمد، المهم الله لي يعلم الحاجه والله حتى ندوز على شوف يمكن يكون حل طارق حر طارق حتى طارق حتى لسنه الوالدين اقسم بالله حتى ندوز عليهم طول وعرض كاملين بهم اقسم بالله بوحدي طول وعرض. ولكن المشكله جوب انا القوه فيك الدعوه في الرقيه عندنا مملكه عندنا قوه انا بقتش القوه في الكلام راه عارفين فين القوة لله جميعا. قوة لله جميعا ماشي كنقول لك حاشا وكلا يعني الله يعني كل واحد بحال واحد كيتريني الحديد بحال واحد في الارض والله شكون اللي كيعطي القوة هو الله. جوب انا بعداك جوب انا معايا ولا قوية نكون حر طليق ولكن الاقوياء يرجعوا هذا ساحر يقول له رجعوا ساحر ولكن الاقوياء يهجروه من المدينه ديالو كيجيو افكار باش يهجروه ولكن الاقوياء يديروا شي حوايج بلا ما نقولهم ولكن الاقوياء يدوه للزينه اللي كانوا اقوياء يدوه لهذا ما يقدروش. علاش الله عطاني واحد القوه وفين كاين انا كنقول له انا كنافقش ميدت فيسبوك نهار اللي غادي نتحل نتحل هذاك فيسبوك. شوف انا ما كان انا لست كنقولها جهرا انا في الراس اللب اللي كيكون في البدن هو نقدر نحرك له صباع ويد وكلش واخا ما كنكونش لتحت. اما ولا كنت كنطلق لتحت في البدن والله ما يبقى واحد هنا واخا نكون ظالما في البدن ما يبقى حتى شي واحد هنا في البدن. جوب انا تنقول لهم جوب انا كيرعضوا مني جوب انا باش اقوى باسحارهم. اما ولا غندخلوا في السيح وندخلوا ذيك الشناء هذا الله على يما مهم زنقا زنقا بيت بيت دار دار فيما راني هنا فيما ليل ونهار. اما في المأكولات في المنام اتحداهم يجيبوا شي مأكول هنا اتحداهم وصور صاحب البدر غير يجي الاكل الحين يتحلو الحين يتحلو صافي ماشي واحد ماشي وكيجيو ما ألذ وما اشهى من المأكولات. دوخوني انا مزعزع وانا بوهالي صافي انا بوهالي جيت على الجنون وجيت على هذه بوهالي انا هذيك الزعزع رديتو عليكم انتوما هذيك الزعزع رديتو عليكم انتوما. اسمع قطعتك الهضره سي من ربي ما خصنيش نكلم بيه حتى انا انا خلق من خلق الله القد عامر ما بقينا فيه كل شيء هجرنا الناس كاملين هجرنا الناس كاملين كتمشوا شي واحد كاين ما يصلح طبيعي خلي خوي قلبي عندك اخوي تو عندك صافي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اما انا نقول لك شوف يا اخي محمد شوف شوف شتي هنا يرتاح هنا والله العلي العظيم واحد دز القمح انا كنموت ملي كيطلع شي واحد هنا وكنشد الهضره وكنبغي يقولوا شي هضره والله الا كنموت كنموت بالغيظ ولا والش ملي كنشوف شي واحد كيطلع هنا كيطلع كيطلع ماسونيه هذيك الله هذا سوق ديالهم هو الاشارات ديالهم ما تغني شيء من جوع سيدنا من جوع انا في الراس ديالنا عم كل شيء تلفنا اللغه تلفتنا العربيه تلفتنا الشنحه تلفتنا كل شيء تلفتنا الله المستعان. لكن معليش فرج قريب الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى من اقتفى اثرهم تبعنا جم الى يوم الدين وكفى. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الفقر وفي الغنى ولك الحمد في المرض وفي الصحه ولك الحمد في كل حال وحين ولك الحمد في كل وقت وحين ولك الحمد رب السماوات والارضين اله الاولين والاخرين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها نشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألم. اللهم يا فاتح أبواب الفرج ويا عاليا بلا درج أعلي اللهم رب راية الحق والدين انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم شفاء ألا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا ضررا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بإذن الله بما كان مصاب فيك وحدك وما كان خطأ إنه سهم نزل سهم فنزل الشيطان. الله رسولنا وبراء الله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللي كدير عند العقاد يعني هاد
اللي كيدعي المكبل في البلد ديالي، قليلة اللي كتدير عند العقد كتجي لي دوخة، هو يعني كتجي له دوخة بغا يركز، كنت عليه وبغا يركز كيطلعوا يعني في الأقدام، ماشي حاجة أخرى كتما كتخليش يركز، كنت كنقول على العقد، فهمتي؟ يعني هو كيدير هكا يعني بحال اللي كنحس كيهبط باش يركز، أنت غير تقول على العقد كتجي لي واحد الدوخة، غير تكلم عليه كتجي لي دوخة، هما كيطلعوا باش يديروا له يعني باش ما يركزش يعني في الرقيه.